مساء الخير. نحن بالسراي الحكومي مع دولة الرئيس نجيب ميقاتي رئيس الحكومة اللبنانية. أهلا وسهلا. كنا بانتظار هذه المقابلة يعني منذ تعيينك، وكأنه حكومة إنقاذ دائما نجيب ميقاتي من 2005 لهلأ، لكن يعني للمصادفة أنه طلعتم من مجلس الوزراء الآن وقررتم تعويضات ل يعني أهل ضحايا المرفأ، هل باستطاعتكم أن يعني تعطوا هذا المبلغ؟ أولاً 50 مليون. مساء الخير وأهلا وسهلا فيك بالسراي الكبير في بيروت. نحن شوان عمل لأهل المرفأ هو بيكون قليل الحقيقة نسبة للأضرار اللي صارت وللضحايا اللي راحت. ونحن كمان بحب أقول شغلي أنه عم نعمل مخطط ماستر بلان لإعادة إعمار المرفأ وبناء المرفأ. بهالإعمار بناء المرفأ طلبت من الجهات اللي عم تعد الدراسات إنه في حصة مئوية معينة تعطى لأهالي الضحايا مجانا. المرفأ لن يقوم على إلا يكونوا هدول مشاركين وموجودين فيه. ونحن اليوم الكارثة تاع اللي صارت مرفأ بيروت كارثة كبيرة، عم يعني أصيب من أصيب، ولكن كل اللبناني أنا بعتقد مصاب بما جرى. لأنه بس أنت تخيل اللبناني لما يتخيل شو صار بأربعة آب بتكون كبوس على راسه، وفي ناس يمكن كانت عايشتها وبعد ما طلعت منها المصيبة. لا أعتقد أعتقد أنه كل اللبنانيين عندهم مشكلة نفسية مع هذا الموضوع، مش موضوع مادي وموضوع المبلغ اللي عم نحطه، ولكن نحن بصدد قدر المستطاع. واليوم كان عندي كمان يعني من وين؟ من أين هذه الأموال؟ في شيء يعطى من الخزينة اللبنانية بالليرة اللبنانية، وفي شيء يعطى من بنك الدولي اللي هو مخصصه لضحايا لإعادة إعمار وتمكين الأشخاص المتضررين من أصحاب المصالح في القطاع الخاص من إعادة استئناف نشاطه. بس قلت الرئيس الناس بدأ التحقيق، وفي خلينا نقول أنه القاضي بيطار ربح جولي، ولكن أنتوا قبل ما تتعين بنادي رؤساء الحكومات كنتوا ضد استدعاء رئيس الحكومة حسن دياب وغيره. نحن أولا أنت بدي منك بس تتوجه للبنانيين، أنت مع القاضي بيطار؟ حقلك ضغري بكل وضوح وصراحة، نحن من تاني يوم صار الانفجار رؤساء الوزارة السابقين عملنا جلسة وقلنا نحن نطالب بلجنة تحقيق دولية لحجم المصيبة اللي صارت. هاي واحد. تاني شيء، نحن مظبوط قلنا من عم نأكد دائما، وأنا شخصيا مش حتى على مصداقية ومناقبية القاضي بيطار، ولكن اليوم في عنا فرق كتير بين الشعبوي وبين القانون والدستور. أنا مش من الأشخاص لا عم بركض وراء شعبوية ولا بدي أوقف حجر عسرة أمام تطبيق القانون والدستور. هذا بيقرروا مثل اليوم المحكمة الاستئناف ردت الدعوة تبعه، قال نحن نرضخ لهذا الموضوع. نحن في عنا دستور، في عنا قانون، وفي محاكمة للرؤساء والوزراء اللي عم بيمارسوا مهماتهم ضمن مجلس النواب، وفيها 7 من أعلى درجات القضاة. هلأ بنقول وأكثر من هيك، نحن لنقول كمان أكثر، قدمت أنا مع تيار المستقبل هو قام فيها وقدمنا وقعت على اقتراح قانون يقضي برفع الحصانات عن الجميع بما يتعلق بهذه الجريمة الكبرى، عن الجميع، ونحن موافقين ويرفع الحصانات عن الجميع والكل بيروح أمام القاضي فليحكم ويحقق وليحكم كما يشاء. بس أن تكون اختياري وأن نكون يعني عم نخلق شك بهالموضوع، هيدي بدي أقول لك يمكن أنا عم بقوله غير شعبوي. أنا مع القاضي بيطار، وأنا إذا سئلت أنا شخصيا دائما أقول أنا مع القضاء وما حدا بيتراجع قدام القضاء، واللي منه عنده أي شيء بيروح على القضاء. بس هون في دستور بدنا نحترمه، في دستور بيقول في محاكمة الرؤساء الوزراء رؤساء جميعا والوزراء في محكمة خاصة لهذا الموضوع يجب أن نتبعها. ما بنقدر نقول عن الجيش عم بيتحاكم هو اللي عم بيحقق بقضيته، ما بنقدر نقول القضاء عم بيروح على محكمته، ما بنقدر نجي نقول لا السياسيين بده يرجعوا على القضاء.
هذا اللي عم نحكي نحن بكل شفافية، ليس دفاعا أو حماية لأحد، نحن عم نحكي ضمن الإطار صحيح. أنا ما بدي أطول بالموضوع كثير، ولكن الناس بتعتبر أنه هي المحكمة الخاصة هي مقبرة التحقيق، لأنه ما يعني لم تعمل يوما. والله مرق علي يعني في عدة مرات رفعت الحصانات وعمل العمل، وأنا بأكد لك اليوم إذا مرقت على مجلس النواب حتما ما كان ينحال علي، لأنه بدأ أكثرية مجلس النواب بإحالة الموضوع. أنا بأكد لك اليوم أمام هذا الواقع الشعبي، لا سيحال عليها الرئيس وزراء السابق والوزراء السابق. نعم دولة الرئيس، بدي أحكي شوي عن موضوع الكهرباء، لأنه هيدا رح يكون أساسي طبعا بمفاوضاتكم مع صندوق النقد الدولي. أنتوا اليوم لم تبحثوا بموضوع الكهرباء لأن وزير الطاقة ليس موجود، وهو يعني يجول بين مصر والأردن. في حل الكهرباء؟ أنا أسأل، يعني أنا دائما بقول أمامي لوح قيادة عم شوف شو الأشياء الأمور الأساسية اللي عندي إياها بهذه المرحلة. من الأمور عندي أمور عديدة، طبعا أنت بتعرفي في عنا أمور عديدة والبلد بحاجة لكل كل شيء. ولكن أسأل ما هي الأولوية عندك؟ بقول أمرين، هي الوضع المالي والكهرباء. هدول بحطهم أنا من فوق كل اعتبار، توب برايورتي مثل ما بيقولوا. هدول بحطهم كل اعتبار. الكهرباء نحن بصدد بالتعاون اللي عم بيصير مع وزير الطاقة واللي تحت إشرافي وإشراف فخامة الرئيس وعم نتابع سوا الموضوع. نحن هلأ اليوم المشكلة مش بس بالإنتاج، بس المشكلة عنا إياها ما عنا فيول أويل نقدر نشتري لحتى نمشي المكانات. نحن عنا قدرة لإنتاج حدود 1500 ميجا وات التوربينات اللي عنا، المولدات اللي عنا، ولكن ما عم ننتج إلا 500 ميجا وات، لأنه هيدا اللي عم يجينا من العراق فيول أويل لحتى نقدر نحرك المحركات. يعني نحن صار عنا مشكلتين اليوم، مشكلة عدم وجود الفيول لحتى نولد ما لدينا من إمكانية إنتاج طاقة، وثانيا نحن عندنا إمكانية إنتاج طاقة محدودة ب 1500 ونحن بحاجة ل 2050 إلى 3000 ميجا وات. أصبح نحن عندنا أمرين اليوم، ما عندنا قدرة بشراء الفيول أويل ندفع بالنقد الأجنبي بالدولة اللبنانية. الحل اللي عملناه هلأ، عندنا العراق مشكورا قدم ما قدم مقابل الدفع بعينه مش بمادة، عيني بالإنتاج اللبناني، واتفاق ممتاز عمل مع الحكومة العراقية. عندنا الحل، حيجينا الغاز بيقدر. هلأ نحن عم نعطي 5 ساعات، الغاز لما يجي على دير عمار على محطة التوليد بدير عمار بصفي فيها نعطي 5 ساعات زيادة. عندنا استجرار كهرباء من الأردن 240 ميجا وات بتقدر تعطينا بحدود 3-4 ساعات زيادة. ونحن عم نشوف هلأ أخذنا سلفة من الخزينة من مصرف لبنان عبر مصرف لبنان لشراء بحدود 90,000 طن فيول أويل اللي بتعطينا بهالثلاث أشهر كل شهر كل يوم 3-4 ساعات زيادة. مصرف يعني إذا لبنان وافق على الموضوع، مصرف لبنان وصرف المبلغ، صار بلشنا بالمناقصة بعتقدها تنزل بكرة. فبالتالي أمام كل هالشيء بنقدر نقول أنه أنا ما بدي أعطي ساعات وأعطي أمتا، ولكن كل هدفنا تحسين ساعات التغذية. وثانيا ليس هذا كافيا، بل يجب أن نضع على السكة. نحن عم تكلفنا الكهرباء بالسنة خسائر مليارين دولار، نحن بأقل من هالمبلغ إذا حطيناه نحن نبلش نربح مصاري، بنكون وفرنا هالمبلغ وبلشت الحكومة تربح مصاري بشركة كهرباء لبنان. وبالتالي نحن بصدد الخطة واللي عم يعملها مع الوزير وأنا معه تابعين فيها، هي كيف ممكن إنشاء، ونحن لدينا الأموال لهذا الموضوع، وبالتعاون مع الصناديق العربية إن شاء الله تزبط، والتعاون مع البنك الدولي، وبما لدينا من خزين معين بالنقد الأجنبي ممكن أن نقوم بهذا العمل ويوفر كثيرا على الخزينة. ليه هلأ؟ يعني لماذا الآن هذا الحل ممكن ولم يكن ممكنا يعني منذ سنوات؟ ما في حدا منه حاسس بالسخن. نحن يعني وصلنا اليوم ما بقى عندنا خيار أنه منقبل أو ما منقبل. ما بقى لبنان ما بقى قدامه أوبشنز، نحن في قدامنا خيار واحد، يا بدنا نستنهض نفسنا ونقدر نعمل المضبوط، يا خلص نحن ما بنستاهل هالوطن، هالوطن حرام نحن عم نهدر. بس كل السياسيين والطبقة السياسية موافقة على هذا الأمر، اللي بده يعترض الأحزاب موافقة، يا ستي اللي بده يعترض يعترض. نحن علينا نقوم
نحن علينا من ان الله يحب من عمل عملا فاتقنه. نحن حنتقن عملنا ونقدم، انه اذا حبوا يمشوا كان به، ما حبوا خليه يقولوا مين عم بيعرقل. احنا وجدت انا بهالمركز لحتى سهل ستقول الموضوع. دولة الرئيس من يعرقل اذا تعرقل في حينها طبعا، وبتكون يعني لا لا، اذا نحن عم نعمل وجبنا كاملا حقول حتما من هو المعرقل. حتما اذا عم بقول لك صراحه المشاريع اللي عم نقدمها للكهرباء ما مشيت خلال فتره قصيره جدا، سيكون في معرقل وحقول من هو المعرقل. مين ما كان. نعم. ما النقطة اللي أنا على طول بقولها للوزراء واليوم حكيتها، إنه نحن ما في عندنا حدا واحد عنده هدف شخصي أو عنده مصلحة شخصية، نحن عم نشتغل حقيقة كلياتنا كفريق عمل لمصلحة هالوطن ورفع نقدر نوقف هالانهيار ونجرب قدر المستطاع إذا الله أعطانا الوقت والقدرة أن نرجع نستنهض البعض. كلياتنا على يد وحدة، ما في حدا ممكن إذا اليوم أنا عرضت على مجلس وزراء حدا حيقول ضد مشروع الكهرباء بلبنان. حتما ما حدا بيقدر يتمكن، ولو اذا حدا قال العالم حتعرف. لا بس العرقله بتصير بدون ما يعرفوا الناس. العالم حتعرف. بوعدك انه انا حكون صريح وشفاف مع الناس. لنتحدث عن التفاوض مع صندوق النقد الدولي. يقال انه ما كنت موافق تماما على المفاوضين كلهم. لا، المفاوضين حسب ما طلع هو المفاوضين اللي انا اقترحتهم، واللي هو المروري يكون هو نائب رئيس حكومة، وزير مالية، وزير اقتصاد، وحاكم مصرف لبنان، ومستشارين المالية. القرار لم يتطرق إلى المستشارين المالية، وهذا برهان وأعين أنه فخامة الرئيس وقت شايف رئيس وزارة. أنا قلت هدول بيمثلوني، لما هو كان عم بيقول في ممثلين عن رئاسة الجمهورية، وقت شايف أنه رئاسة الوزارة ما بدها ممثلين إلا هدول، قال أنا ما عندي ممثلين. وأنا في طلع القرار يحق لرئيس للوفد المفاوض أن يستعين بالوزراء حسب قطاعاتهم، لأنه يمكن البنك الدولي بده يسمع لوزير الطاقة، وزير الاتصالات، بعض الوزراء، وبنفس الوقت يحق له الطلب من المستشارين بإعانته. إذا في طلب للمستشارين يعينوا هذا الفريق اللي عم يفاوض، ما في أي مانع ينضموا له. وبعدين نقطة صغيرة، إنه نحن عم نفتش على مشكل، يعني انه فخامة الرئيس بده او ما بده، ما بالنهايه بترضى بدها ما حيصير موافقه الا ما تبرق عبر الاصول الدستوريه، الا عبر ما الحكومه توافق وفخامة الرئيس يوافق ونقدر نمشي بالموضوع. وانا اعتقد برجع بقول لك ما حدا عنده قدره على التعطيل، يمكن في قدره على التعطيل، ولكن ما حدا حيسترجع يعطل. دكتور رئيس، البنود او النقاط اللي خايف منها بانها تعطل المفاوضات مع البنك الدولي؟ اول شيء حقول شغله، اليوم البنك الدولي نحن كلياتنا حاطين امال عليه، بس انا بقول للبنانيين ولكل المشاهدين، البنك الدولي هو ضروره ولكن ليس كافي. البنك الدولي ما حيعومنا، ضروري قاسي. صندوق النقد الدولي منا رحله ونزهه حلوه كثير، ورايحين نحن انه يابا اجا وجاب لنا الترياك وجاب لنا الحل. هو جزء من عمليه كامله، اذا ما صار اصلاح كامل لا بتمشي للبنك الدولي ولا حدا ولا حق ولا 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 بيمشي البلد. قلت انه الاصلاح المالي هو الاهم بالنسبه لنا. الاصلاح المالي هو اساسي ولكن ليس كافي. نحن بدنا نقول الإصلاح، كل واحد منا بده يبلش بالإصلاح، بدنا نبلش بالإصلاح نفسنا، بده يبلش المواطن ما يعلق على الكهرباء، بده يبلش المواطن ما يلعب بالضريبة ويروح يدفع ضريبته مظبوط، بده يبلش المواطن من عدم كب النفايات بالطرقات. السياسي كيف سيصلح نفسه والوزارات كيف ستصلح نفسها؟ نحن جايين على انتخابات، خلي الانتخابات تقرر على الـ على الـ على السياسي، على من يختاره من السياسيين والممثلين له. نحن على بعد اقل من 6 شهور للانتخابات، فليختاروا من يشاؤون ويعرفوا يحسنوا الاختيار. هذا المطلوب. هيدي آلية بدها وقت كتير، لأنه الناس يكون عندها ممثلين تاني. ما بدي أحكي بموضوع الانتخابات، أنت قلت أنه 27 مارس. لا، هي كانت في 27 مارس لو كان في عنا دورة استثنائية هلأ لحتى نغير المواعيد الاستحقاقات الدستورية، الاستحقاقات القانونية اللي بيحددها القانون مشان الانتخابات. ولكن هلأ بما صار ما بعرف إذا بعد عم ندرسها، ما ممكن نلحق أمام التواريخ المطلوبة إنه يكون بشهر أذار. ممكن إنه نعمله بشهر أيار. نحن معنا ل 21 أيار، ف 21 ماي، فنحن معنا وقت كفاية. مع حق المغترب أن يقترع؟ أنا عندي قلت في عنا نحن قانون ساري المفعول، نحن سلطة تنفيذية.
أنا كرئيس هذه السلطة التنفيذية أنفذ القانون الساري المفعول. مجلس النواب عم ينطرح عنده أمور بده يحل بده يعدل بعض الأمور، لا مانع من تعديل ما 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 يشاء. هذا مجلس النواب سيد نفسه بيعدل، أنا بنفذ اللي بيعدله. هلأ نحن اليوم عن أمامنا انتخاب 6 ببلاد الاغتراب، وعن كل قارة بيكون في مش كافي هذا القانون، كافي أو مش كافي هذا القانون، أنا أنفذ القانون، أنا بهمني تصير انتخابات، وانتخابات تصير بوقتها بإذن الله، أنا بهمني القانون بيعدلوا يرجع المغتربين ينتخبون في لبنان كما صار في المرة الأخيرة. أنا بكل سرور نحن حاضرين لهالموضوع، وعممنا على السفرات ببداية تسجيل المغتربين من يريد أن ينتخب وفي أي دوائر وفي أي منطقة. لن تترشح دولة الرئيس؟ هذا الموضوع أنا تارك الموضوع بكير، بعد ما لا أستطيع اليوم أن 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 أكون أن بالحكم، وعندي بعد إن كأنه في عندي حملة انتخابية. أنا حملتي هي نجاحي بلبنان، مش حملتي إني والله أنبح انتخابات أو أخسر انتخابات. أنا أعرف رصيدي بمدينتي، وعارف إني إن كنت نائب أو ما كنت نائب شو وضعي وشو محبة الناس وشو رصيدي. مش هذا الموضوع، مش الموضوع نائب، موضوع هل أستطيع إنقاذ هالبلد، هيدا اللي بدي. طيب دولة الرئيس، لنرجع للصندوق النقد الدولي، قلت في إصلاح، طيب هيدا معطل منذ 3 سنوات إذا ما قلنا منذ نشوء لبنان، بس معطل هذا الإصلاح، ونعرف أنه في قوى سياسية قديرة وقوية تعطل هذا الإصلاح لمصلحتها الخاصة، ليش اليوم متفائل أنت بالإصلاح؟ ما أنا مش، أنا عارف الصعوبات ومش مستسهلة، ولكن أنا عارف كمان انه ما بقى في، برجع بقول لك انه عنده خيار حدا يتهرب من المسؤوليه. نحن صرنا بمحل في استحقاقات ما في مش خيار، مجبورين نمشي. نحن من قبل كان عندنا الخيارات. انا بعطيك مثل صغير، انه اليوم نحن بالسنه اللي مرقت 13 شهر لا حكومه، ومن قبل دلن داعمين الدعم للكل شيء، الاستيراد للمحروقات وكل شيء نفط. هلا اجينا هبه ايرانيه، صرف 14، ما اجى شيء هبه ايرانيه، من وين اجت اليوم في باخره وصلت على بنيات شيء؟ لا هذا نحن ما قلنا عليه افريقيا حكومي. صرف من البنك المركزي من اجل الدعم 14 مليار دولار ب 13 شهر، من اكثر من 13، من كانون اول، من شهر جانيوري الشهر الاول بسنه 2020 لشهر 9، مصروف بحدود 15 مليار دولار للدعم. اليوم انا وصلت ما بقى فيه ولا فلس، ما عندي خيار، بدي شيل الدعم. بالقبل كان عنده خيارات، خل في المصاري وعم يدفعوا مصاري. اليوم ما في فلس بالخزينه، ما في مصاري ولا في اي سلطه نحن جينا عليها. نحن جينا على السلطه لحتى جرب بقدر المستطاع انه نقدر ننقذ هالبلد. انا مبسوط انه اليوم شلنا الدعم. انا ما 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 ما, ما بكون وقت اعرف سعر تنكة البنزين قد صارت، او بعرف بكره سعر الدواء قديش حيصير، غير قررنا نبقي الدعم على الامراض المزمنه. فبالتالي انا مش مرتاح للوضع الموجودين فيه حتما، ولكن ما عندي خيار. وبالتالي من هون عم بعطيك هالمثل، اي سياسي ما بقى عنده خيار، بقى في دلال، ما في خيار، بدنا نمشي بالصف، بدنا نمشي مظبوط، بدنا نمشي بالشروط المحطوطه، لانه نحن بالقبل ما عرفنا خلال العشرة و15 سنه الماضيه ما عملنا اي اصلاح معين، اي شيء، ما فكرنا كيف يمكن تخفيف من عجز الموازنه. هيدا مسؤوليه السلطه السياسيه طبعا. في المعابر، صندوق النقد الدولي رح يقلكم بدنا مراقبة على المعابر. نحن اليوم المعابر لم تكن صنيعة أمس ولا صنيعة اليوم، في عشرات المعابر الموجودة والمعروفة الغير شرعية واللي عم تتراقب، واللي هي موجودة مش هلأ وجدت، موجودة من زمان بطبيعة الجغرافيا اللي متصلة بشرق لبنان. وبالتالي اليوم هل قدروا وقتها، إذا بتتذكر الرئيس ترامب بينه وبين المكسيك قال بدنا نعمر حيط، لأنه كمان ما بيقدر كان يحصر التهريب اللي عم بيصير بين المكسيك وأمريكا. نحن اليوم عم نجرب قدر المستطاع بمعية الجيش اللبناني ومساعدته وبمساعدة بعض الدول منها بريطانيا بتركيب أجهزة مراقبة على كل الحدود للتخفيف ولمراقبة هذه المعابر. نحن مبسوطين أنه في معابر، مش بس الحدود، المعابر غير شرعية، المعابر غير شرعية، بس في المعابر الشرعية
اللي بدها كمان مراقبة. المعابر الشرعية اليوم عم نركب السكانينج اللازم وعم نجرب انه نكون متشددين بالمعابر الشرعية انه كلياته عم يمرق حسب الطرق الأنظمة اللي يعني المضبوطة. رح يوافق حزب الله؟ هلا برجع بتسأليني انه كل من يعرقل ومن يوافق، من يوافق ومن يعرقل سيتحمل المسؤولية امام اللبنانيين. نحن عندنا مثل ما بقول لك حنتقن عملنا ونقدر نعمله بالطريقة المضبوطة. الحزب ما بده يوافق، انا بخبرتي ما بيقول ما انه ما على الـ على الـ على المرحلة على الحدود النظامية ما بعتقد ممكن انه يعترض على 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 المراقبة. على المراقبة في عنده معابر غير نظامية اكتشفناها هلا بدخول انا ما كان عندي علم انه في بدخول النفط الايراني فهو دخل هلا. هيدي هون بدنا نشوف كيف نعمل لها مراقبة، اما غير هيك وبعدين برجع بقول لك هل هي نحن عملناها؟ هل هي نحن اليوم صارنا 25 يوم هل نحن سويناها؟ صار دهر. انا قلت مجلس النواب هل يصلح العطار ما افسده الدهر؟ ما الدهر فسد الدنيا كلياتها. هل نحن ممكن بايدنا العصا السحريه انه نحن نصلح بكره كل هالشيء وادعي انه انا باستطاعتي اعمل هيك واعمل هيك واعمل هيك، سكر الحدود واقضي ما عم نحكي قوه كعيين اني احكي كلام فوق سطوح مني معود احكيه. كلام كبير ما بحكي، عم بحكي واقع. أنا أمام اليوم شعب عم بيتاكل وعندي الفقر زاد وعندنا مشاكل كتير كبيرة معيشية واجتماعية. هدفي إني 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 قدر خلي هالناس موجودة. أنت عارف النزيف اللي صار من لبنان والهجرة اللي صارت من لبنان وما عم نلاقي موارد بشرية حتى بالوزارات الدين وزارات كالخلق. نحن في حالة صعبة جدا جدا جدا. إذا ما قدرت أنا خلي كيان الدولة موجود اليوم حكومة أفضل من لا حكومة، وحكومة تنجح بالحد الأدنى أفضل من حكومة لا تنجح. نحن عم نشتغل أنا ومعالي الوزراء كلياتنا أن تكون حكومة ناجحة عوض بحدها الأدنى. ما عم ندعي أنه نفعل الناس خايفة والناس والعرب خايفين بأنه هناك مشروع آخر للدولة اللبنانية، مشروع موازي للدولة اللبنانية اللي عم بيعرقل كل هذه الأمور. هل مين تشعر اللي خايف؟ مين هل خايف؟ تشعر مين اللي خايف؟ اللبنانيين، الناس اللي عم بتقول انه الحكومه هي في يد سلطه حزب الله، كل هدول الناس بيقولوا انه في اقتصاد موازي، في نفط موازي، في معبر موازي. هل نجازي لبنان بالتخلي عنه؟ اذا تخلينا عنه يعني معناتها سهلنا اذا هالفكر اللي عم بيقولوا عنه. نحن تخلي مش هو الحل. مين نكون عم نقاصص اذا تخلينا عن لبنان؟ انا من هون ندائي دائما انه نحن نمد يدنا ونحن ما لا 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 عم نستجدي ولا عم اي شيء، ما حدا ياخذ غير الاعتبار. نحن تربيه عربيه حقيقيه نحن كلبنانيين، وتربينا انه الاخ الكبير بيمسك بايد الاخ الصغير وبيخليه يشعر انه هو جنبه. نحن شاكرين اصلا العرب كلياتها ودول الخليج بالذات ما تعطيه من 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 حضانه ومن الإقامة لللبنانيين الموجودين هناك اللي هن بفضلهم نحن عم نقدر نوصل لبعض مبالغ بالنقد الأجنبي من تحويلاتهم اللي عم تصير. هيدي بحد ذاتها شكر. نحن ما قصت لا مني منهم ولا استجداء منا. نحن بدنا نكون أخوة بكل معنى الكلمة، وما ضروري دائما، يمكن أحيانا الأخ بيكون منه قادر يساعدك، بس لا سمح الله إذا بمرض بيقعد جنبك بالتخت بتحسي بحنية. نحن هيدا اللي بدنا اياه مش اكثر ولا اقل. في زياره لدول الخليج دكتور رئيس؟ هلا ما في شيء سريع الحقيقه، ما في عندي شيء يعني، ما اجتني بعد اي اشاره معينه لدا، بس انا اتمنى طبعا اني ازور دول الخليج كلياتها لاني بعتبر نفسي وطني الثاني اي دوله منهم. طيب في انت ذهبت الى فرنسا طبعا اول زياره وحكيت مع الرئيس ماكرون، رئيس ماكرون حاول ان يتحدث مع المملكه العربيه السعوديه وكان الجواب انه لا. صحيح اللي سمعناه ونشرناه؟ انا بقول لك انه انا يعني ما صار اي طلب من الرئيس ماكرون او صار انا وصل لي انه الرئيس ماكرون. انا بعتبر هيدا الموضوع بيننا وبين نحن اخوة العرب، انا بتمنى ان تكون العلاقه مباشره، لا 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 وصل لحتى اكون صادق. يعني انا الرئيس ماكرون خبرني بالاجتماع اللي حصل انه كان الشيخ محمد بن زايد في فرنسا وفتحوا سيره لبنان وضروره التعاون ودعم لبنان، فقال لي هالشيء. اما موضوع السعوديه انا ليس لدي اي علم بالموضوع. طيب ماذا سمعت من الرئيس ماكرون؟ الرئيس ماكرون لبنان يهمه، واجا مرتين على لبنان بعد انفجار 4 اب،
ويعتقد انه الموضوع بلبنان ليس بالسهولة ولكن ليس مستحيل بنهضة لبنان. وجود حكومة مستعد هو انه يساعد. ونحن اليوم الدول الغربية مساعدتها لبنان صدقا بقول لك كثير كبيرة، ان كانت عبر الهيئات الدولية او كانت عبر الدول. وعم نشوف اخر مؤتمر صار بأربعة آب السنة 370 مليون دولار صار مدفوع منهم مبلغ كبير للهيئات الدولية اللي انا عم لحقها وعم شوف وين عم تندفع وكيف عم تتساعد ضمن كل الهيئات، ضمن البنك الدولي، ضمن الغذاء، ضمن اليو ان اتش سي، كل المؤسسات الدولية عم تشتغل بقوة، والاتحاد الأوروبي طبعا عم بيشتغل كمان بكل قوة. فبالتالي الرئيس ماكرون هو عم جارب يساعدنا بكل هذه المواضيع، وهو داعم وخاصة داعم داخل صندوق النقد الدولي لكي يساعد لبنان. ليش داعم بخلال صندوق النقد الدولي يساعد لبنان؟ لأنه في حال صندوق النقد الدولي وافق حط بالأحرف الأولى موافقته على المشروع، برأي الرئيس ماكرون هيدا حيفتح أبواب أكثر كتير، لأنه نحن عندنا أمرين بدنا إياهم بلبنان بسرعة. عندنا موضوع الثقة، إعطاء الثقة بلبنان، وعندنا موضوع النمو بلبنان. فنحن مجرد نعيد الثقة رجع النمو على لبنان. فهيدا كتير هامه أنه الأحرف الأولى تبع صندوق النقد الدولي يساعدين على هذين الأمرين. في أسأل، لماذا يهم لبنان إلى هذا الحد؟ العلاقات التاريخية. لما إجا بسنة الماضية بواحد أيلول 100 سنة على لبنان الكبير، يعني نحن ما حدا بعدين بتطلع أنت بالجيوبوليتكس بالجغرافيا السياسية، البحر المتوسط بهم فرنسا فيها وموجودة عندها، يعني والشراكة اللي عم نعملها اليوم، الشراكة الأوروبية المتوسطية كمان عم تكون موجودة ومحيي. بس صحيح أنه عطى مهلة لكانون الأول بأنه يبدأ الإصلاح؟ ما سمعت أنا، لألي شخصيا لم يقل لك ذلك. لأنه طبعا هلأ نحن بدنا الإصلاح اليوم قبل بكرة، امبارح قبل بكرة، ولكن في بطء في تركيبة الإدارة وببعض القوانين وبعض التنفيذات. يعني نحن عنا اليوم قوانين طالعة، عم نطلع مراسيم التنظيمية تاعها، بعتنا للوزارات من 20 أيلول الرأيون لحتى للمراسيم التنظيمية. لهلا عندي 21 قانون تنظيمي، لهلا ما أجا رد على رأس الوزارة. عم بسأل وزراء بيقولوا لي ما عنا مين يقعد يصلح معنا. يعني يا عم في عنا نحن بوضع حقيقة مأساوي، وعم نجرب. قلت له خلاص أنا بودي لك قاضي من هون، أنا بودي لك حدا من هون لحتى نقدر نتابع كل هذه الأمور. فالأمر ليس بالسهولة المطلوبة. إنه 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 يعني أنت ما تنسي، معلش حكي رواية صغيرة، يحكى إنه في أحد القرى اللبنانية بالبقاع كان في شخص من سيوم اللي خلق بعيتوله يا شيخ يا شيخ يا شيخ، هو منه شيخ، فعنده قريب بالاغتراب. إجا بعد 20 سنة كان صار عمره هالشخص 40 سنة 50 سنة. قال له شو يا شيخ، لهلأ ما حطيت لفة؟ قال له لا. قال له مشي الأشياك لفة المغترب. أخده عم بيع القماش، هو بيع القماش بلش يلف له اللفة، بلش الشيخ ياخد ويلف على راسه. قال له بيع القماش طوي بيك لقص. قال له بردت، صار له 50 سنة بلا لفة، هلأ صار برد. بقى نحن معلش يا لبنانيين تحملونا شوي صغيرة، عم نعمل جهدنا وعم نجرب نسرع. الشعب اللبناني تحمل كتير يا دكتور رئيس، نحن صرنا عال وأنا من اللي تحمله. ولكن نحن اليوم كحكومة عم بيجي يقول نحن بدنا شوية وقت بعد الاصطناعات. في خسارة الأموال اللبنانيين، مين رح يدفعها؟ مع صندوق النقد الدولي بتكون تفاوضوا، من سيدفع الخسارة؟ المودعين أو أصحاب البنوك أو الدولة أو اللي عمل كل هذه السياسة؟ هقلك من الآخر، أنا رأيي الشخصي في 4 أطراف مسؤولة عن هذا الموضوع. في 4 أطراف مش مسؤولة، 4 أطراف هي معنية بهذا الموضوع، هي المودع، هي البنك التجاري، هي المصرف المركزي، وهي الحكومة. أنا برأيي الأقل مسؤولية هو المودع، إذا بدي أنا أكون حق عادل، لأنه المودع فتح المصرف فرع تحت بيته، بيجي وين بده يحط مصرياته؟ بيحطهم بالخزينة ولا بيحطهم بالبيت؟ حطهم بالبنك تحت فرعه، تحت البنك حط مصرياته. شو مسؤوليته؟ هو هيدا أودعه هذا البنك لعنده لحتى يوظف له بطريقة المناسبة. 3 هن المسؤولين أكثر من المودع. أنا ما بدي أحمل المودع أكثر ما في يحمل. يعني كل الدراسات اللي عم نعملها هلأ
انه الطريقه المودع قدر المستطاع. انا مش عم بوعد هلا انه حنرجع له كل مصرياته، لانه هو اخذ 49 مليار دولار المودع من سنه 2014 لهلا فوائد، لانه الفوائد كانت مغريه. فبالتالي حنجرب نكون انه حقيقه المودع يكون يتحمل اقل مسؤوليه ممكنه. هذا كلام يعني مهم بالنسبه للناس. إيه بس لانه في نقاش بانه المصرف المركزي راح يعطي المودعين راح يتحملوا الخساره اكثر من الناس الثانيه. ما في حدا ربحان بلبنان، نحن اللي مرقنا فيه كلنا خسرانين. صدقا بقول لك، والمسؤول الاول هي الدوله. نعم دكتور، كنت رئيس حكومه مرتين. عملت رئيس، بس عم بقول لك هي الطبقه السياسيه اللي انا موجود منها هي مسؤوله عن ما وصلنا اليه. دكتور رئيس ما فيهم يتدللوا اللبنانيين. نعم. هيك قالت وزيره الطاقه الاسرائيليه اليوم، عم بتقول انه ما بقى يتدللوا كثير بقصه ترسيم الحدود وما يعملوا لنا ترسيم حدود مثل ما هن بدهم. جاي قريبا الموفد الامريكي هوكشتاين يزور المنطقه، ما هو هل هناك موقف لبناني موحد حول موضوع ترسيم الحدود؟ وما هو هذا الموقف؟ يعني ما بدي فوت بال55 وال45% شو ما هو الموضوع؟ بتفوتي ب 21 23 29 29 الحقيقه الموقف الواحد اللي انا اتفقت عليه انا وفخامه الرئيس، انه اليوم نحن عملنا خط لبنان وطلعنا مرسوم نقطة 23. اليوم الأمور بعد 10 سنوات ما في حدا تغيرت، لأنه صار في ساتلايت وصار في هيدروغرافي غير شكل وكل شيء. خلينا نعمل نحن دراسة جديدة هيدروغرافيك موجودة مع رأي قانوني، ونعتمد هذا الأمر إذا بيناسب لبنان. نحن هلأ حنمشي مشينا بهالطريق، عم نحكي أسلوب علمي قانوني بحت، ليس موضوع سياسي. نحن بهمنا استخراج النفط وبهمنا استخراج الغاز، ونحن بهمنا نأمن حدودنا، ولكن أن نتنازل عن حدودنا هيزا غير وارد. فبالتالي اليوم نحن حنعمل هالدراسات. يعني ما عنا جواب لها لا. نحن عنا مرسوم متمسكين بالنقطة 23. الجيش طرح نقطة 29 بعد ما في مرسوم فيها. نحن ما في عنا تغيير عن 23 إلا ما تظهر عنا الدراسات الجدية الجديدة اللي بتنعرض علينا، وعلى ضوء أن أخذ القرار المناسب. وإذا يعني مثل ما بيقولوا القطار مر ونحن لم نستفيد أي شيء من كل هالشيء، لأنه بعدنا واقفين على ترسيم. لكن الموضوع سيد جيزال بصعوبة، أنه الحقيقة هذا الموضوع حساس بشكل، لأنه أي عملية بتعمليها بتكون كتير حساسة، لأنك ستتهمي يا بالعمالة يا بقلة وطنية. طيب بس رح نخسر النفط من وراء هيك الغاز. فنحن ما حنقدر نعمل هالشي إلا ما نكون مستندين إلى دراسات علمية حقيقية لحتى نستند عليها، لحتى لا سمح الله لا نعرض نفسنا لا للتخوين ولا لقلة الوطنية. قبل ما يجي المفاوض الأمريكي سيأتي وزير خارجية إيران غدا. نعم. زيارة يعني طبيعية. يعني؟ زيارة هو أول مرة وعم بيعمل برمة بالمنطقة وجاي، ونحن يعني وزير خارجية الدولة معترف فيها، فباستقباله استقبال عادي وكله حيكون عادي. يعني استقبال وزير خارجية جاي لعنا نستقبله عادي. هل شو في عنده؟ ما على علمي بعد ما شفته لحتى أخذ. يعني ما في مثلا جدول أعمال للزيارة؟ ما أبدا. هل في يعني بنود معينة؟ زيارة عادية لوزير خارجية، مثل ما اليوم استقبلت وزير خارجية قبرص، استقبلت وزير خارجية وزارة الخارجية للشؤون الشرق الأوسط الألماني، وكلهم أجوا لتهنئتي على الحكومة وتأكيد الدعم للحكومة اللبنانية. فأنا بعتقد أنه زيارته هي للتهنئة أكيد. رح اسمع شو التصاريح رح يعملوا على باب السراي، لأنه وزير خارجية السابق الإيراني عمل تصريح كان مدوي منذ سنوات عندما يعني أتى. نحن اليوم أنا حكون صريح وأتمنى على الوزير الإيراني أنه نحن ندخل بقى بحسن الجوار وبالعلاقة الطيبة مع الآخرين، ولا أن تكون إيران مصدر لأي عمل عدائي بنظر هذه الدول عليها.
فعلينا كلياتنا بقى نعيش حال الوقت أن نعيش كلياتنا بحسن جوار وسلام بالمنطقة. دولة الرئيس، الانفتاح على سوريا سيكون من أي بوابة؟ بوابة الغاز المصري، بوابة لا الغاز المصري، الغاز المصري معمول 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 الاتفاق، بوابة فيينا من أين سيكون؟ نحن هون لبنان، نحن بالسياسة بالواقعية، الواقعية السياسية سوريا حدودنا، وفي عنا تعامل تاريخي وعلاقات تاريخية مع سوريا. اليوم في عقوبات على من يتعامل مع النظام السوري وسوريا، وهالعقوبات هي عقوبات سيزر أكت. أنا لا أستطيع بغض النظر عن رأيي وعاطفتي أو أي شيء مع أي طرف، لا أستطيع أن ولن أقبل بأن أعرض لبنان لأي مخاطر بهذا الموضوع. رغم كل قناعاتي أنا لا أستطيع، لبنان أولا بالنسبة لي، وأمن لبنان وسلامة لبنان هي الأساس، فبالتالي لن أعرض لبنان لأي مخاطر بهذا الموضوع على حساب أي أمر آخر. علاقتك مع رئيس الجمهورية كيف دولت الرئيس صراحة؟ لا صراحة يعني أنا القاسي والداني بيعرف أني أنا لم أنتخب رئيس جمهورية، ورغم كل ذلك اليوم نتعامل مع بعضنا البعض معاملة شريك دستوري بكل معنى الكلمة، مني كل احترام له وهو يبادل لي الاحترام، ونتفق على الأمور وعم تمشي الأمور، وشايفين كله مراهن على خلاف، ما بعتقد في خلاف، لأنه إذا اتفقنا مع بعض بالمصلحة العامة ما بعتقد فخامة الرئيس حيكون معارض لألي. دولة الرئيس، طبعا قرأت جواب القانوني على موضوع باندورا بوكس، وقلت أنه هذا يعني شرعي، ما رح أحكي بالموضوع، نعرف أنه هو قانونيا صحيح، ولكن بكل صراحة هل هو مزعج لرئيس حكومة لبنان لا الآن؟ لا صراحة، صراحة بقول لك صراحة أنه حطوا عقار واحد بموناكو من شرة، الحمد لله والله يديم نعمه، عندي أكثر من عقار ومنه عارفينه مسجلين بشركات بالخارج. إذا اشتريت أنا بيت بلندن بتسجلوا بشركة بيروت، إذا والحمد لله قدرت أشتري أو شاري بيت بالبهامس بسجلوا بشركة بيروت، طبيعي عم سجلوا حسب الإمكانيات القانونية المفروض تكون. يعني وين الغريب بالموضوع؟ وكل شيء عندي شفاف، وكل شيء عندي مبدأ الحوكمة، وأنا دفاتري مفتوحة لمن يريد أن يراقب، أو المهم أن لا أكون لا سمح الله استفدت من وجودي بأي منصب سياسي بإفادة مادية. فأنا أكثر من سعيد أنه مين من يريد أن يفتح أي دفتر، إذا أنا استفدت من الدولة اللبنانية بقرش أو بفرنك أنا مرتفد بده أضعاف ذلك. قدي ثروتك دولة الرئيس؟ والحمد لله رب العالمين. قديش؟ الحقيقة عليك لقلك شغلة، اليوم بالوضع بلبنان ما فيك تحكي مع كلياتنا بالهوى سوا، ما بقى في ثروة ولا بقى في حدا يحسب ثروة، بيقعدوا بيحكوا أرقام بقول يا ريت أنا مزبوط، وبرجو برجع بقول الحمد لله كل أعوذ رب الفلق. فأنا الحمد لله مرتاح وضميري مرتاح، والحمد لله الله يديم الصحة والعافية وما عندي أي مضطرات. دولة الرئيس نجيب مئاتي، شكرا لهذه المقابلة على سكاي نيوز عربي. تسلمي، شكرا كثير، شكرا لك.